السلام عليكم خوتي خياتي، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. انا نقول لكم هذا الحراش كيفاش راح يولي، هذا الحراش راح يولي هكذا سنه 3025 22 ان شاء الله يولي هكذا، يولي نولو حنا هكذا في الجزائر ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد مالغريتو مش كيش 3025 راح نولو هكذا. مش يعني حرت برك على طريقه الاستثمار في كل بلدان عندها خصوصية تاعها. سوري سما غير حنا قعدنا، حنا ماشي ما عندناش، حنا ما حبيناش، جوست ما حبيناش نستثمروا في بلادنا وين عندنا مواقع وكدا اكسيتيرا. هذا جزء صغير من اجا ريان ديتو بارابور، يعني بارابور بلدان وحد اخرين كاين بزاف عفيس بزاف في الشابين. بون اسمع حاجه صغيره برك، الناس كيفاش الدول كيفاش تستثمر في السياحه، حنا ما حبيناش نستثمر في السياحه ولا نخدموا السياحه ولا ندير شي حاجه. بون طريق مقطوعه من هيك الو راح نولي منه ديو. هادي جايه في لينتل فينيس، لينتل فينيس هادي جايه في لندن، تقدر تجيها في تجي ليها وكذا، تقدر تجيها في المترو ولا في التران ولا ابي اللي جاي في لندن اللي حبي يمشي. وانا كنت انا خلال التجارب تاعي الصغيره ما دابيا الناس تمشي ابي خير، باش تقدر تحوس باش تقدر ديكوفري بزاف بلايص بزاف عفايس. مي لو كان تمشي زعما تستعمل الطاكسي ولا تستعمل الحافله ولا تستعمل، ما عادش تحوس مليح، ما عادش ديكوفري بلايص كيما هادي. انا بون شفت واحد الزميله درت عليها فيديو صغير، مي كيفاش جيت وحدي تما حوس كيفاش نجي في المابس ابي، جيت ليها ماشي بعيده تمشي شويه 4 كيلو 3 كيلو بصح زيد تشوف ديكوفري تحفظ الطريق تشوف بلايص واحد اخرين تما. ايوا هاد الحراش برعايتي ما جيت بون حنولو هكذا. راني نشوف الجزائر عندها مستقبل واعد في الخرطي والكذب وكذا. المهم ما يهمش، نحكيو على الايجابيات والدول كيفاش راهي تستثمر في السياحه والناس، حتى الناس هنا البريطانيين حاجه اللي تعجبني فيهم سيكو هما كي تسقسيهم على عفسه ولا تحوس تفهم عليك شي عفسه يوروا لك ويفهموك في كاع لي ديطاي، عكس بعض الدول كيما الترك ما يحلبوكش اللي تراكا مارغيت الدوله تاعهم ما كاين والو بارابور بريطانيا، ولكن تلقى الشعب الانجليزي ودود افضل من بون. كاين ناس قالوا لي لا عنصر اكسيتيرا، انا اللي جديد لهنا سمع نحكي لك واش راني نشوف دوك مستقبلا كي ديكوفري عفايس علاش حنا نهضروا عليها. مي حاليا قلت لك بلي الشعب تاعهم فري هايل، هادي هي هذا مناظر فقط. نوري لكم حاجة صغيرة فقط، فيديو خفيف باش تشوفوا فقط درايفر تاعهم ولا الواد تاعهم باش كيفاش حاجة فريمو هايلة. هادي هي وكان قاعد نمشي بسك طويل بزاف، هذا فيه واقيلا 11 كيلو ما مشيت واحد النص ديالو، مشيت شويه انا مشيت فيه بزاف ثم في الليل ملي عاد نجو في الليل نجي ليه ندير فيديو في الليل خير في الليل يبان، شوفوا كيفاش يبان في الليل ان شاء الله. هذه هي عده صغيره برك تحويسه في بريطانيا.